السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما تعرفوا دابا الاوضاع في ايطاليا يعني بزاف ديال المصالح معطله. المهم كاين بزاف ديال الناس باغيين يديروا ديكلاراسيون ديال الريديتي ديالهم ساتيترين اللي تعرفوها، ولكن كما تعرفوا الكاف والباترونات مسدودين، انسان تبقى عايز تليفون ربما يقدر ما يجاوبوا حتى شي واحد لانه كاين واحد الضغط عليهم بزاف. المهم جبت لكم واحد لابليكاسيون اللي سميتها تاكس فيكس، اللي هي هذه غادي تشوفوها دابا هنايا. تدخل البلاي ستور ديالك تكتب تاكس فيكس، غيخرج لك هاد وغادي يخرج لك هاد لابليكاسيون، غادي تانستاليها في التليفون ديالك وعن طريقها ممكن دير جميع لي ديكيراسيون ديالك ديال ساتي ترين. ما تحرمولاش من اللايكات ديالكم ومن الشركات ديالكم، ودعموا هاد القناة هادي وتنشروا هاد الفيديو على اوسع نطاق باش يستافد منه الجميع. ونتلاقى معكم في حلقة اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.